دونك ندوزو السؤال اللي تابعو. دونك بما اننا جي تنا او اف بريم تناقصيه و اف بريم تاعي كيف ما عرفنا بانها دالة زوجيه. دونك كمثال الى جاب الله كانت عندي سيد اف داير بحال هكا نازل، دونك غتكون العكس ديالها، يعني هنا تنازليه تناقصيه، هنا غتكون تصاعديه يعني تزايديه. مفهوم الشباب؟ يعني كيف ما خدينا هنا، خدينا في المجال 0 1 كمثال، خديناها بانها راه وصلنا بانها تناقصيه. دونك غادي نجي نحسب انا الليميت في 0 بلس وفي الان موان. مفهوم؟ عندي نجي نحسب الليميت باش في المحدات، يعني باش نعرف بالضبط كيفاش داير هاد جدول التغيرات. مفهوم الشباب؟ دونك غنجي نحسب الليميت لورسكو اف بريم ديال اف بريم لورسكو اكس طون فيغ و 0 بلس، يعني اليمين ديال 0، وبالاحرى في 0 راه ديجا عرفنا بان اف بريم كتساوي ليا بي سور 2، يعني ما نحتاج غادي نديرها في 1 في 1 موان، يعني عندها يسار 1. فما الشباب؟ يعني خلينا بحال خلينا هذا المجال هذا، 0 كتساوي بي سور 2، يعني اليسار ديال 1 واليمين ديال موان 1، ويكفي اني ندرس غير في 0 1 غادي نعرف انا كيفاش دايره على لا بارتي نيجاتيف، يعني 0 موان 1. مفهوم الشباب؟ يعني الاف بريم اش كتساوي ليا هي الليميت لورسكو اكس طون فيغ 1 موان، كتساوي ليا هي الليميت لورسكو اكس طون فيغ 0 موان او 1 موان ديال لارك سينوس ديال راسين دو 1 موان اكس كاري موان x sur le racine de 1 moins x carré. فهاد لا بارتي هادي ملي غنعوض بواحد غيعطيني 0، غنعوض بواحد غيعطيني 0، يعني السينوس دو 0 غيعطيني 0، دونك لا دونك لارك سينوس دو 0 غادي يعطيني 0، دونك هاد لا بارتي هادي غتمشي ليا 0. مفهوم الشباب؟ هنا غادي نجي نعوض بواحد 1 سور 1، يعني 1 على 0، يعني شكل محدد 1 على 0 اللي هي بلس لانفيني مع هاد الموان تولي موان لانفيني، دونك ليميت تساوي ليا موان لانفيني. مفهوم؟ يعني اف راه تناقصيه، اف بريم راه تناقصيه في 0 1، وغتبدا ليا من بي سور 2، حيتاش اف دو 0 اف بريم دو 0 تعطيني بي سور 2، هي اف بريم دو 0 كتعطيني بي سور 2، و اف دو اف بريم ديال 1 في لا بارتي موان غيعطيني موان لانفيني، يعني نازل موان لانفيني. يعني عندما يؤول اكس الى واحد اليسار سيد اف او اف بريم كتمشي لنا ناقص واحد. هذه راه اف بريم الشباب، راه اف بريم. مفهوم؟ وحنا عندنا هنا، وحنا دابا كنقلبوا غير على التغيرات ديال جي بريم اللي هي التغيرات ديال اف بريم، وعرفنا جي بريم اللي هي اف سكوند، عرفناها بانها تناقصيه في المجال اللي هو 0 1. مفهوم الشباب؟ دونك والدالة اصلا راها زوجية، يعني يكفي ان احنا يعني ارتئينا او لا اقتصرنا غير على المجال 0 1، دونك يمكننا دابا نرسمو جدول التغيرات ديال اف بريم. مفهوم الشباب؟ دونك عندي اصلا في 0 1 في 0 1 عندي اف دي كرواسونت. مفهوم؟ ماشي اف اف بريم، حيت جي بريم راها ستريكتومون انفيريور ا 0، دونك وعندي اف بريم في النقطه 0 كيساوي بي سور 2، و اف بريم في 1 كيعطينا موال انفيني ليميت ديالها، دونك يمكن لي دابا نرسم جدول التغيرات. مفهوم؟ يعني جدول التغيرات يمكن لي نرسمو على هذا الشكل هذا، معرف غير حنا اقتصرنا غير على لابارتي 1 موان 1 وفي لابارتي 0. مفهوم؟ دونك عندي هنايا جي بريم اللي هي اف سكوند، منها كنعرف اف بريم كيفاش دايره، من اف سكوند عرفت اف بريم كيفاش دايره، دونك اف بريم، حيت هذا هو الهدف ديالي انني بغيت نرسم جدول التغيرات او الرتابه او المهم التغيرات ديال اف بريم. مفهوم؟ عندي موان زا و ان اف بريم غير معرفه،
ديجا عندي اف بريم هي اللي هي جي كتساوي لي لارك سينيس ديال الراسين ديال ا موان اكس كاري و موان اكس سوغ الراسين ديال ا موان اكس كاري، يعني ا و موان زا غير معرفة في هذا المجال، ما كتنتميش لمجال التعريف، مفهوم؟ يعني لو عوضت ا هنا غيعطي ليا زيرو، مفهوم الشباب؟ وهنايا خص تكون سوبيريور ا ان، يعني غير المجال زيرو واحد اللي شفنا ديجا شفنا في الدومين ديفينيسيون مجموعة التعريف، يعني لا اف بريم تا اف سكوند، يعني اف سكوند اللي توصلنا ليها اللي كتساوي هذا الجيب هذا، راه حتى هي راه غير معرفة، يعني واحد وناقص واحد غير معرفة في لا تنتمي لمجال التعريف ديالها، مفهوم؟ عندي هنايا في الراسين يعني واحد وموان زان، سواء عوضت بواحد سواء موان زان، دونك نونكلو با دون لو دومين ديفينيسيون، مفهوم؟ يعني ان وموان زان غير معرفين بجوج فيهم، لا اف بريم لا اف سكوند، كنرسم بهذا الشكل هذا، يعني غير معرفين، مفهوم؟ والنقطة زيرو، عندي اف بريم دو زيرو كتساوي لي بي سيغ دو، وكنعرف بأن اف سكوند اللي هي جي بريم تناقصية على المجال زيرو واحد، يعني تناقصية، يعني ندير على هاد الشكل اف بريم، ليميت عندما يقول واحد موان يعني اليسار ديال واحد كيعطيني كيساوي موان لانفيني، دونك سي موان لانفيني، مفهوم الشباب؟ و اف بريم دو زيرو كيعطيني بي سيغ دو، مفهوم الشباب؟ وكنعرف بأن اف زوجية أو بالأحرى اف بريم راها زوجية، كيف ما شفنا بأن راه إلا جابها كانت ناقصة هنا غيكون الشكل ديالها هكا زوجية، يعني متماثلة بالنسبة للمحور ديال الأراتيب، يعني كانت تناقصية هنا غادي تكون تزايدية، يعني هي جاية طالعة ومن بعد كتكون نازلة، مفهوم؟ دونك تزايدية في هذا المجال هذا، يعني راه اف سكوند راه كتكون بلوس بطبيعة الحال، مفهوم؟ وعندي ليميت في موان زان اليمين ديالها حتى يعطيني موان لانفيني، نفس الشكل حيت الجاية كتكون متماثلة، هي جاية ونازلة، هي جاية هنايا طالعة وهنا نازلة، تماثل حتى بالنسبة لهاد الدروات هذا اللي كري كيساوي اكس كيساوي ليا ان، راه متماثل مع اكس اللي كيساوي ليا موان زان بالنسبة للمحور ديال الأراتيب، حيتاش اف راه زوجية و تا، مفهوم الشباب؟ دونك دابا هذا هو التغيرات ديال الدالة اف بريم، مفهوم؟ ندوزو دابا للاستنتاج، نستنتج ان، يعني ندوزو السؤال اللي من بعدو قال لك بدي استنتج انه اكزيست واحد اكزيست اونيك واحد الفا ينتمي الى، بون ينتمي الى، نتأكد ينتمي الى زيرو واحد، ينتمي الى زيرو واحد، يعني بحيث اف دو الفا يعطيني انه يساوي زيرو، مفهوم؟ دونك باش نبين هاد لا كونديسيون هادي، عندي ان اف بريم هادي، اسمحوا لي اف بريم هادي، عندي اف بريم تناقصية في المجال زيرو واحد، حيتاش دابا غادي نشوف انا في زيرو واحد، مفهوم؟ وعندي اف بريم دو زيرو ان، شوف معايا اف بريم دو زيرو المجال صفر واحد اش كيساوي ليا، كنعرف بان اف بريم راه تناقصيه، يعني لي بورن كيتبدلوا، يعني غيولي ليا ليميت عندما يؤول اكس الى واحد موان غتقلب، حيتاش دابا اليسار كاين زيرو، يعني غتولي لي زيرو غيمشي ليا اليمين و ان غيجي ليا على اليسار، يعني ليميت في ان اليسار ديال اف بريم ديال اكس، وهاد الجهة هادي غتولي ليا زيرو، يعني اف دو زيرو، اف بريم دو زيرو، يعني ديجا حسبناها اف بريم دو زيرو، مفهوم؟ اللي غادي تساوي ليا ليميت في ان ديجا حسبناها اللي هي موان لانفيني و بي سيغ دو، مفهوم الشباب؟ دونك بما ان اف بريم كتساوي موان لانفيني بي سيغ دو، فان و اف واحد الكونديسيون اخرى ان اف متصلة على هذاك المجال اللي هو زيرو ان، و اف تناقصية قطعا على المجال نفسه اللي هو ان او زيرو ان، هاد دو كونديسيون بلوس ان اف بريم دو زيرو ان كتساوي ليا هاد المجال هذا، مفهوم؟ فان اف تقابل
يعني هذه دو كونديسيون مهمين في الشرط ديال التقابل. دونك اذا اف تقابل او اف بريم تقابل، اسمحوا لي هذه اف بريم، اف بريم متصلة، اف بريم تناقصية قطعا. دونك اف بريم راها تقابل منين؟ مناش من المجال 0 1 فيغ موان لانفيني من 0 1 لاش لي بي سيغ دو موان لانفيني. مفهوم الشباب؟ دونك بما انه تقابل فانه يوجد واحد العدد الفا وحيد. علاش وحيد؟ حيتاش تناقصية قطعا. وبما ان الزيرو ينتمي الى المجال ها، وبما ان الزيرو ينتمي الى المجال موان لانفيني بي سيغ دو. مفهوم؟ دونك il existe واحد الفا اونيك ينتمي الى 0 1 بحيث اف بريم دو الفا يساوي ليا 0. شنو كيعني بهاد الكونديسيون؟ دونك شوف معايا، الفا ينتمي الى 0 1 وكنعرف بان اف بريم راه تناقصيه، و بي سيغ دو عندي سوبيريور ا 0. شنو كيعني بان بي سيغ دو؟ شنو هي بي سيغ دو اصلا؟ اللي هي اف بريم دو 0، يعني الصوره ديال 0. مفهوم؟ يعني في المعلم على هذا الشكل هذا. نفترض مثال باش نحاول نشرح الامور. عندي دابا اف بريم دو 0، هاد اف بريم باش ما نديرونجي راسنا معاها، انا نعتبرها كفي في دو 0 عطاني بي سيغ دو. نفترض بان بي سيغ دو هي هادي اللي هي في ديال اش؟ ديال 0. مفهوم؟ وعندي هاد انا غير معرفه فيه في الناقص واحد وواحد. دونك ديجا حسبت الليميت في واحد موا عطاتني موا لانفيني، يعني مقارب هنايا، وف ان بلوس يعني كيف ما انها الزوجيه يعني راه مماثل، يعني غتكون على هذا الشكل هذا. مفهوم الشباب؟ على كمثال يعني غتكون واحد النقطه اللي كتنتمي لزيرو ان غيتقطع ليا فيها السد اف، يعني يوجد واحد النقطه تنتمي الى زيرو ان بحيث سي ديال في ديال سي ديال الاف بريم او سي ديال في كيساوي ليا زيرو. مفهوم؟ يعني شنو كيعني كيساوي ليا زيرو؟ بحال قد دابا خديت انا واحد ا هنايا، خديت واحد ا، هاد النقطة هادي اش كتساوي لي دابا؟ هادي هي ا، اف دو اش كتساوي ليا؟ راها زيرو. اف دو ا كتساوي ليا زيرو، يعني في هاد النقطة دي بالضبط. كون عطاتني اف دو ا كتساوي ليا واحد، نفترض ان واحد جاتني هنا غتساوي ليا بحال هكا، يعني غادي لها اسقاطات ديالها هي دو واحد، ولكن هاد النقطة بالضبط هي اف دو، اف دو ا كتساوي ليا زيرو. دونك مفهوم؟ يعني راه كاين واحد النقطة اللي كتنتمي ليها 0 1 بحيث هاد السيد اف غيقطع ليا محور ديال الافاصيل. مفهوم؟ وهاد النقطة هادي غتكون وحيدة. علاش؟ حيتاش هاد دي، حيتاش هاد 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 اف بريم او في راهي تناقصية قطعا، يعني ما غاديش تنزل وتعاود تطاوح شوية عاوتاني وتنزل. مفهوم؟ ندوز السؤال الموالي.